بمكونين فقط، هو القهوة والنشا. لو عندك تجاعيد وتصبغات السنين وعايزة بشرتك تبقى فلتر طبيعي وكل السواد والجلد الميت والتجاعيد يتشال معاكي، بمكونين هما النشا وكمان القهوة هتفتحي وهتبيضي وهتشدي التجاعيد وهتخلي بشرتك أصغر منك بعشرين سنة، ولو عندك سواد السنين هيختفي معاكي فورا من أول استعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بأخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة بقى حبيبة قلبي جايبالك وصفة بمكونين هيخلصوكي من السواد السنين وسواد عشرين سنة، وهيخلصوكي كمان من تجاعيد بشرتك. هنعمل أجمد وأسرع وصفة بمكونين دول لتفتيح البشرة، إزالة سواد عشرين سنة، إزالة التصبغات، سلخ الجلد الميت وجلد الأسمر بفاعلية وبسرعة رهيبة. وصفة سهلة جدا، لو عندك تجاعيد وعندك تصبغات تعالي نعمل الوصفة مع بعض. قبل ما أبدأ وصفتي، لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الإشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس أمر. بصي بقى يا ست الكل، أنا محتاجة منك قهوة ومحتاجة منك نشا، وهنعمل النهاردة وصفتين، وصفة لشد التجاعيد وإزالة الخطوط في الجبهة وحوالين الفم وإزالة جلد الشيخوخة ورفع الخدود المترهلة، ووصفة تانية لتفتيح البشرة وإزالة حروق الشمس والبقع البنية، كمان سلخ الجلد الأسمر بفاعلية رهيبة وبسرعة الصاروخ. تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة حبيبة قلبي هحتاجها منك هو معلقة اتنين، والأساسي معايا هو القهوة والنشا، فتابعي معايا عشان أنا محتاجة ان الوصفه معايا ما يكونش ليها بدايل خاصه النشا وكمان القهوه. هنا هبدا اخد معلقه صغيره من النشا، وكمان معاه معلقه صغيره يعني معلقتين من النشا او الكورن فلاور زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد كده حبيبه قلبي هبدا ان انا اجيب القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه. هنا هنستخدم النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ومحتاجه حبيبه قلبي طبعا لو انت عندك قهوه عاديه وما عندكيش نسكافيه ماشي حالها جدا، يعني هتبقى ما فيهاش فيها اي مشكله، لكن القهوه سريعه الذوبان بتبقى فظيعه قوي قوي في النضاره وكمان في سلخ الجلد وطبقه من الجلد السمراء من البشره. فهبدا ان انا اقلب معلقه النشا على معلقه النسكافيه بالشكل ده لحد ما يتقلبوا معايا كويس. هتبداي حبيبه قلبي تدريجيا كده تنزلي، تعالي كده الناحيه دي، تنزلي بميه سخنه، يعني لا هي مغليه ولا هي دافيه، يعني تكون ميه سخنه، ومش هننزل بكتير، هننزل بربع فنجان من الميه السخنه. وهتبداي بقى تدوبي الميه السخنه كويس قوي بالشكل ده كده، بس ما تكونش سخنه قوي لدرجه الغلي، يعني تكون سخنه بس ما تكونش سخنه قوي. وهبدا ان انا ادوب النسكافيه كويس قوي مع النشا لحد ما يدوب معايا كويس قوي، لحد ما تبقى معايا بالشكل ده والنسكافيه ما يكونش فيه اي حبيبات ولا اي حاجه. بعد كده بقى يا ست الكل هنجيب نص ليمونة، وهبدأ ان انا اعصر عصير نص ليمونة فقط. هنا بقى الليمون فيتامين سي، وفيتامين سي لما بتحسي ان انت بشرتك فيها عدم نضارة كده وتحسي ان انت بشرتك بهتانة، الفيتامين سي اللي بيكون موجود في الليمون بيبدأ ان هو يديكي نضارة لبشرتك. لكن في بنات او بعض بنات بتتحسس من الليمون، فانا بقول في كل وصفة بيكون موجود فيها ليمون معايا بقول ان القشر الليمون بيكون فعال، وفي نفس الوقت ما بيكونش لاصحاب البشرة اللي بتتحسس من الحمض ما بيكونش فيه اي تحسس معاكي، فبتستبدليه بقشور الليمون. فهبدأ ان انا اقلب معلقة الليمون كويس قوي على النشا والميه السخنه والنسكافيه معايا. هنعمل حاجه لتبييض وشد التجاعيد، فمحتاجين ميه ورد، وميه الورد موجوده عندنا كلنا، يعني مش هتجيبيها من بره خالص. انا محتاجه حبيبه قلبي من ميه الورد فقط معلقه بالشكل ده تكون كبيره من ميه الورد، وهبدا ان انا اقلب. هل يا مايا لو مش متوفر عندي ميه ورد هقدر اعمل الوصفه؟ حبيبه قلبي مفيش فيها اي مشكله، لكن الافضل لو عندك ميه ورد، ميه الورد رخيصه حتى لو مش عندك هتجيبيها، بس لو مش موجود خلاص مش مشكله ما تحطيش ميه ورد. وهبدا ان انا اقلب ميه الورد معايا كويس قوي.
انا هبقى بسيطة معاكم في المكونات، وهحاول على قد ما اقدر ما يكونش فيه مكونات كتير غير المكونين اللي احنا قلنا عليهم، لكن انا محتاجة اخر حاجة هحطها في الوصفة دي هي معلقة من جل الالوفيرا. جل الصبار من الحاجات المرطبة كمان اللي بتحارب التجاعيد، وكمان بتدي نعومة ونضارة للبشرة، ومرطب قوي مناسب لجميع انواع البشرة. فهبدأ ان انا اقلب جل الالوفيرا او جل الصبار مع المكونات معايا، ولو عندك زيت لوز وما عندكيش جل الوفيرا بتبداي تستخدميه كبديل لايه لجل الصبار او جل الالوفيرا. هنا بقى علشان القوام معايا يبقى لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، بنبدا ان احنا ندوب كويس قوي جل الصبار لحد ما نحس انه ما فيهوش اي تكتلات بالشكل ده. وبكده الوصفه الاولى بتاعتي خلصت، وتعالوا نخش على الوصفة التانية، لان الاتنين هيخلصوكي من التجاعيد والخطوط، وكمان هيخلصوكي من جلد الاسمر وسلخ الجلد الاسمر. هتبدأي ان انتي بعد ما تقلبيهم كويس قوي هتبدأي تركنيهم بالشكل ده، وتعالوا نخش على الخطوة التانية. الخطوة التانية يا ست الكل برضو هنحتاج فيها معلقة اتنين، هنحتاج فيها برضو معلقتين من النشا او الكورن فلاور كمكون اساسي معايا في الوصفة، مش هتقدري ان انت تستغني عنه لان النشا من الحاجات الحلوة قوي قوي في تفتيح وشد البشرة. فهبدأ ان انا اخد معلقتين من النشا بالشكل ده واحطها في طبق معايا كده. بعد كده بقى هنبدأ ناخد برضو معلقة من القهوة سريعة الذوبان، وهنا هناخد معلقة كبيرة، محتاجين كمية القهوة تكون كتيرة شوية، فهحتاج معلقة كبيرة مش معلقة صغيرة، وهبدأ ان انا اقلبها كويس. ولو ما عندكيش زي ما قلتلك نسكافيه بتستخدمي القهوة العادية، وهبدأ ان انا اقلبهم. الله يسعد قلبك، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ربنا يخليكم ليا يا رب، وكمان ما تنسوش شيروا الفيديو على قد ما تقدروا، وكمان ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي تجيبي فنجال من الحليب السائل، وهنبدأ نحط الحليب معايا بالشكل ده. هنا الحليب أو اللبن من الحاجات الفظيعة اللي بترطب جدا، بتفتح قوي، بتغذي قوي، بتدي ترطيب عميق ونضارة هايلة للبشرة، وكمان بتعالج التصبغ اللي بيكون في البشرة، كمان مناسب للبشرة الحساسة. هبدأ ان انا ادوب الحليب معايا كويس قوي بالشكل ده على النسكافيه والنشا. بعد كده هبدأ ان انا اخد نص الليمونة التانية وهبدأ ان انا اضيفها. طبعا لو انتي ما عندي زي ما قلت الليمون، لو انتي الحامض نفسه جربتيه وتحسستي منه بتبدأي تستبدليه بقشور الليمون، ومستحيل حتى لو بشرتك حساسة قشر الليمون يعمل اي حاجة. وهبدأ ان انا لو في اي بذر هبدأ ان انا اشيله، وهبدأ ان انا ادوب كويس قوي الليمون مع المكونات بتاعتي. هنا بقى قدامك يا ست الكل خيارين، يا اما هتبدأي تنزلي بمية ورد على الوصفة دي، يا اما هتنزلي بمية عادية، لكن انا افضل لك ان انت تستخدمي مية ورد وما تستخدميش مية عادية خالص. مع الحليب لو ضفنا مية ورد هيكون افضل بكتير جدا. فهبدأ ان انا احط ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. الخلطة هتنفع لرقبتك لو عندك غمقان في رقبتك، وكمان هتنفع لأي منطقة فيها اسمرار. وهبدأ إن أنا أقلب كويس. هنا بقى حبيبة قلبي هبدأ إن أنا أضيفهم في أي براد صغير أو كنكة أو طاسة، أي حاجة يعني متوفرة عندك، وهتبدأي ترفعيهم على نار هادية جدا تقلبتين اتنين، هتبصي تلاقيهم تقلوا معاكي وادوكي قوام كريمي سايل، وهوريكي برضو القوام هيبقى عامل ازاي. هما تقلبتين اتنين تلاتة كده تلاقيها تقلت معاكي، بس ما تخليهاش تجمد منك او تنشف منك. بصي بقى حبيبة قلبي اهو ده القوام اللي احنا محتاجينه، شايفين جمال الكريم؟ شوفي بقى لما تلاقي طبقة الجلد السمرة بتتخلع معاكي من غير ألم، وكمان هتلاقي بكل سهولة بشرتك بقت فيها بياض التلج بمكونات بسيطة جدا جدا. وانا حاولت على قد ما اقدر ان انا ابسط عليكم المكونات علشان بقى اخواتي وحبايب قلبي يقوموا يجربوا الوصفة ما يكسلوش،
ويشوفوا بنفسهم نتائجها هتبقى عاملة ازاي. شايفين الجمال؟ حاجه كده رهيبه وجميله قوي. هنبدا نقلبه بقى زي ما قلت، لو في نشا واحنا منزلينه من على النار لازم نبدا نقلب لحد ما يبقى الكريم معايا دافي، ومنها كمان ما يتكتلش مننا ويقعد فتره طويله جدا جدا محافظ على قوامه الكريمي ده. معلقه حليب بقى او لبن سايل اخيره هنحطها على البارد كده على الكريم، ودي هتفرق معاكي قوي في الترطيب وفي التفتيح. طبعا معلقه واحده كده من الحليب هتحطيها كده في الاخر بعد ما تنزلي المكونات على النار وتبقى دافيه، وهتبداي تقلبي. وهنا احنا مش محتاجين لا زيوت ولا اي حاجه تانيه مرطبه، لان الكريم كافي قوي الحليب في الترطيب لجميع انواع البشره. تعالي بقى اقول لك على الوصفتين. احنا عملنا طريقتين، واحده لسلخ جلد الاسود او الاسمر او الغامق وكمان ازاله الاسمرار، مع واحده تانية لازاله الخطوط والتجاعيد. تعالي نبدا الاول بالوصفه الاولى اللي احنا عملناها مع بعض. بصي بقى حبيبه قلبي، احنا عملنا مع بعض النهارده تونر، والتونر ده لو انتي تونر القهوه والنشا وكمان جل الالوفيرا. التونر ده حبيبة قلبي معالج قوي جدا جدا للتجاعيد، هو مخصص للتجاعيد فقط. كمان طبعا بخلاف ان هو المواد اللي فيه مرطبة ومبيضة، هو مخصوص للتجاعيد العنيدة وجلد الشيخوخة، كمان من الحاجات اللي هترفع عندك خدودك المترهلة. بتبدأي تستخدمي التونر ده ازاي؟ اولا التونر ده مش محتاجين فيه اي مرطبات ولا زيوت، يعني مش هتحسي ان انتي بشرتك مزيته او ملزقه وانت بتستخدميه. وبتحطيه عندك في علبه او في برطمان، وبتشيليه عندك في التلاجه، مده صلاحيته 7 ايام، ما بيفسدش تماما. بتبداي تعالجي بيه تجاعيد بشرتك من سن، يعني ده حتى لو انت عندك تجاعيد مبكره بتبداي تستخدميه. بنبدا ان احنا نجيب الفرشه، ولو ما عندكيش فرشه بنجيبي اي منديل وبتغمزيه كده، وبتبداي تحطي التونر ده على بشرتك كده بحركات دائرية بالشكل ده، فظيع فظيع فظيع. تبدأي تحركيه كده وتبدأي تفرديه قبل ما تنامي. سيبيه بقى على وشك لو هتقدري تسيبيه طول الليل، هو مش هيلزق بشرتك ولا كأنك حط اي حاجة. سيبيه على بشرتك وعلى التجاعيد، وركزي تحت عينيكي لو عندك انتفاخات او تجاعيد تحت عينيكي، ركزي عليها وابدأي دلكيه كده وسيبيه على البشره طول الليل، ده الافضل. لو مش هتقدري يبقى سيبيه ساعه قبل ما تنامي، هو مش هتحسي ان انت حاطه حاجه خالص على وشك خالص، هتحسي ان هو خفيف على بشرتك. وهتسيبيه وبعد كده هتبداي ان انت تحطيه في الثلاجه، وهتستخدميه ككورس كامل لعلاج التجاعيد العنيده وجلد الشيخوخه. كمان ابداي دلكيه على خدودك عشان لو عندك ترهلات او خدودك مترهله ونازله لتحت تبدا ترفع معاكي لفوق. وابداي استخدميه يوميا لمده اسبوع، اتفرجي بنفسك على السحر، رهيب. اعتمديه وجربيه وتعالي قولي لي نتايجه هتبقى عامله معاكي ايه، لانه حاجه كده في منتهى الروعه. هنا بقى الكريم الفظيع، كريم القهوه والنشا اللي هيسلخ عندك طبقات الجلد السمراء كلها الموجوده عندك. تبداي تدلكي كده لحد ما تخلي بشرتك تتشربه او تبدا ان هي تمتصه كويس قوي. التدليك مهم قوي قوي معايا علشان يبدا ان هو يخلع لك الجلد او طبقه الجلد الميته من بشرتك ويديكي تقشير. هتبداي تعملي الحركه دي، حركات دائريه بالشكل ده لمده 30 ثانيه، وبعد كده بتبداي تجيبي تاني وبتبداي تدلكي بقى طبقه سميكه من الماسك، وده بيتحط تحت العينين بامان تام ما تقلقوش خالص. وبتبداي تسيبيه كده على بشرتك لمده 30 دقيقه كامله، وما تخافيش هو امن بنسبه 100%. ابداي بقى بعد ما ينشف على بشرتك افركيه، شوفي الجلد الاسمر وكمان كل السواد بيختفي معاكي وبيتفتفت معاكي. ده بقى من اول يوم هتشوفي فرق في البياض رهيب. هتستخدميه حبيبه قلبي منين ما تحبي، هو لو السواد عندك عنيد وزي الفحم يوميا لمده 3 ايام، لو انت عندك اسمرار
بتستخدميه مره وبتشوفي بنفسك نتائجه هيبقى عامله ازاي، هتحسي يوم ورا التاني كل الجلد وكل الاسمرار بيتشال معاكي. جربوا الوصفتين وما تنسوش تقولي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير والسلام عليكم.